بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. من 15 يوم وعمال بيجيني زي ما حضراتكم شايفين كده، عمال بيجيني فيديوهات وبيجيني صور على الطماطم، والناس متأذية جدا، اللي مديون واللي يعني الزرعة مش هتلم معاه حاجة، واللي يعني بينعون الهم. أنا كمان والله ما أنا يعني الحمد لله على كل حال. جماعة الخير، القصص اللي انتوا بتحكوا فيها ديت، والطماطم اصل فيها ده بياض، ده اصل فيها النهارده الورقة بتاعتها لفة، اصل الحباية ما بتكبرش، اصل في ندوة وحصلت في العرق ومش عارفين نوصل لده ايه. انا بقول لك من الاخر خالص، كل القصة اللي انتوا ماشيين فيها دي حلها حاجة واحدة بس، انك تلتزم بالعروة بتاعتك. واذا لم تلتزم بالعروة بتاعتك فانت بتجرم، انت بتجرم في حق نفسك، لأن قد يكون الإنسان بيجرم في حق نفسه، وقد يكون غيره هو اللي بيجرم في حقه. فاللي بيجرم في حقك الراجل اللي اداك الصنف وقال لك عند درجة حرارة 40 ولو جهنم هيائد، ده راجل أجرم في حقك وعمل منكر وربنا يحاسبه عليه. المهندس اللي قال لك المركب ده هوت يا جدع انت هيخليك الطماطم تعقد في نار جهنم، ده كذاب وده أجرم في حق نفسه لأنه موكل عياله حرام، وأجرم في حقك انت كمان. تمام، فبالله عليك كل القصص اللي انتوا عايشين فيها دي تلخيصها في حاجة واحدة بس، ان المهندس يتقي ربنا، مهندس بتاع المبيدات يتقي ربنا، او الموزع، هي ما عادش اصلا ما عادش واقف على بتاع زراعة، الموزع بتاع المبيدات يتقي ربنا، الراجل اللي بيبيع الاصناف يتقي ربنا، الراجل المزارع يتقي ربنا في نفسه وفي ماله وفي اولاده. تمام، بتاع المبيدات بالله عليك، انا عارف ان معظمهم صغار السن، وده بيبقى طلب عشان بتاع المبيدات ما يكلفش الشركة، فبيحفظ الراجل كلمتين، هو عمره ما نزل الارض وتعال عند الحاج فلان وعند الحاج علان وتعال شوف وتعال اعمل والكلام ده كله. تمام، ده بالنسبة لأخونا المهندس الصغير بتاع المبيدات، هو حافظ كلمتين، يكون معاه رخصة قيادة، دي رقم واحد. رقم اتنين يكون حديث التخرج، حديث التخرج يعني عشان ما ياخدش مرتب كتير يعني. تمام، وتارجت وما عرفتش ايه. يا ابني بالله عليك، حاجة ما انتش مقتنع بيها بالله عليك، جوع جوع والله اكرم لك، بس ما تشتغلش فيها. تمام، دي بالنسبة للمهندس بتاع المبيدات. بالنسبة للراجل اللي بوزع البذور، خلي عندك يعني كده يعني اتقل في انك انت النهارده البذور ده هي تتزرع والله في المكان ده، هو المزارع غلبان، المزارع غلبان، ده اهالينا كلكم طيبين يعني، اهالينا الطيبين دول حرام عليكم تقوا ربنا فيهم. الصنف ده ينفع في درجه حراره كام؟ والله ما يزيدش عن 35. تمام، يعني من الساعه 11 للساعه 3 العصر لو وصلت ل 38 ما فيش مشكله، بس هي لا تزيد عن 32. المفروض المدى الحراري للطماطم يا شباب من 15 ل 32. تمام، ما يزيدش، العقد مش هيحصل في غير لو زادت 35 36 بس في 3 4 ساعات، لان انت عندك عبء حراري وعبء ضوئي، يعني الضوء النهارده 16 ساعه على النبات، وعندك الحراره النهارده عبء حراري ساقط على النبات، كل ده النبات ما يشغلوش اساسا ان هو كون ثمار، هو عايز يعيش وخلاص، وعيشه منيله ب 60 نيله، يعني هو كده كده العرش انت شايف قدامك، العرش الطماطم ما كبرش اصلا. هتقول لي دي زراعه، اهي زراعه وخلاص. هتقول لي ما هو ما اهتمش هو المهندس برضه الا اداله البذور، ولا عارف ان هو كان قال له والله الوضع بتاعك ده مش هينفع من الاساس خالص. تمام، فالمزارع اجرم في حق نفسه، قد يجرم المزارع في حق نفسه، اجرم في حق نفسه. والله انت النهارده عارف الارض بتاعتك فيها املاح ليه تزرع، عارف الاملاح الميه بتاعتك فيها املاح ليه تزرع، عارف الجو بتاعك حراره اساسا في اسيوط ولا في المنيا ولا في بني سويف على الظهير الصحراوي، ليه تزرع اساسا؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ تمام، والنتيجه انك انت بتحولني الهم كمان، انا مديون، انا طب والحل؟ انا اقول لك ايه، انت اصلا قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني انت عندك شجره الطماطم بالمنظر دي، محتاج اعمل لها ايه تاني؟ ولا اي حاجه، خلاص هي كبرت وخدت الحجم المظبوط بتاعها. تمام، الحبايه مش هتجيب، الثمره غير مطابقه يعني القيمه التسويقيه بتاعتها اتفقدت، اتفقدت، بس ده من ايه؟ ده الثلاثي المرح، جماعة بتوع الأصناف، جماعة بتوع المبيدات والأسمدة، الفلاح المزارع نفسه، ما بنبرأش حد من القصة دي كلها. تمام، وأنا عارف انتقادات والكلام ده كلته، أنا لا تعمل لي شير للفيديو ولا تعمل لايك ولا تعلق حتى على الفيديو، لأن أنا أصلا ما بشوفش التعليقات ولا عايز أشوفها. تمام،
اللي بيجي لي على الواتساب والله على راسي من فوق، انا بحاول اساعد على قد ما بقدر. غير كده والله انا مش مقتنع بصراحة ربنا يا جماعة بالكذب والغش والخداع في يعني الناس الغلابة، ان كان الفلاحين، واذا كان الفلاح بقى هو اللي بيجري او المزارع بيجري على ان هو بقى يبقى فريسة للناس دي، فانت حر. عايز تتعامل اتعامل مع اصناف كويسة وفي مواعيدها وفي شركات مبيدات كويسة وفي مواعيدها، ما تزرع ما تعملش نفسك ناصع وشاطر وتروح تسأل عند الحاج فلان نجح، وعند يا عم الحاج فلان جت حظه في سنة من السنين كانت كده، سنتك انت بقى كانت سنة يعني كبيس على دماغك. طبعا الحل ايه؟ ولا اي حاجة خالص. انت ما تزرعش الا في الوقت المظبوط بتاع عروة الطماطم بتاعتك. هتزرع في اوقات درجة الحرارة فيها عالية فوق ال 45، خلاص يا عم الجماعة بتوع السعودية ما يزرعوا فوق 45، درجة حرارة في تبوك ما بتزيدش عن 45. عمري قعدت في تبوك 3 سنين عمري ما شفتها زادت عن 45 يعني، فاهمني؟ فما يزرعوا الجماعة اخواننا بتوع تبوك، يزرعوا من غير ايه، خلاهم يصرفوا بيوت محمية بقى مكيفة ويصرفوا كهرباء ويصرفوا الكلام ده كله. تم طالما بقى الصنف دوت هينفع في درجة ال 40 وال 45 خلاص يزرعوه. فاتقوا ربنا في نفسكم شوية وما تعملش نفسك ناصح. بس يعني هي القصة بين ثلاثة. شكرا لحضراتكم. ما تعملش برضو للفيديو لا شير ولا لايك ولا يلزم من الكلام ده كله، ولا مش عايز تشوفه برضو ما تشوفوش. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.